لا زالت أزمة الكهرباء التي بدأت منذ 16 أبريل 2017 بعد انتهاء المنحة القطرية والتركية مستمرة بسبب استمرار القرارات من السلطة الفلسطينية بفرض الضرائب الباهظة على الوقود المستخدم في تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. لقد بذلت سلطة الطاقة والجهات المسؤولة في قطاع غزة خلال الفترة السابقة جهوداً كبيرة من أجل قيام الجهات المسؤولة في رام الله بإعادة توريد الوقود لتشغيل محطة الكهرباء والتخفيف من الأزمة التي ضربت كل مناحي الحياة في القطاع. وفي هذا الإطار تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع جهات عديدة، وأهمها اللقاءات التي تمت مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد نيكولاي ملادينوف، ومع الجهات المسؤولة في قطاع غزة، وكذلك مع مساعد السيد ملادينوف السيد روبرت بايبر. وقد قامت سلطة الطاقة بالاستجابة لكل الشروط والملاحظات التي تضعها السلطة الفلسطينية للموافقة على حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تم توصيلها لنا أي الملاحظات عن طريق هذه الجهات اللي هي الجهات الدولية. وقد تم تسليم الجهات الدولية ردود مكتوبة، وخصوصا تم تسليمها إلى مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي قام بدوره بتسليمها للسلطة الفلسطينية، ولم نتلقى أي رد حتى الآن من السلطة الفلسطينية. والحل الرئيسي ومن يتحمل المسؤولية هو الاحتلال الإسرائيلي. تتلخص مطالب السلطة الفلسطينية في رام الله في زيادة الجباية في شركة توليد الكهرباء، واستخدام أموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الواردة والمنتجة في قطاع غزة، وكذلك تعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة توزيع الكهرباء. وكذلك تم طلب مشاركة سلطة الطاقة في رام الله في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة، والمشاركة أيضا في إدارة شركة توزيع الكهرباء. وقد تم الموافقة على جميع هذه الشروط، وعلى أن تقوم السلطة الفلسطينية بدورها بحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، بدءا من توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد بصورة فورية، ثم الموافقة على مشاريع الحل الدائم لأزمة الكهرباء. وتتحمل سلطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء، حيث أن الاحتلال هو المسؤول عن توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها، وذلك وفقاً للقوانين والشرائع الدولية وميثاق الأمم المتحدة.